أرسل إليه هذه المحطة التاريخية من تلاحم بين العرش والشعب. وفي سنة 1953 يجدد يجب مستعمر غاشم إلى رمز السيادة في الوطن. ليقوم بنفيه إلى مدى مشرق. وكان المستعمر يظن أن بنفي السلطان محمد الخامس أن الشعب المغربي سينتكس وسيربح بضغوطاته ومتطلباته. ما كان في الحسبان ما كان المواطنين المغاربه قاموا وقفوا وقفه رجل واحد واكدوا للمستعمر ان لم يرغبنا بنفي السلطان محمد الخامس. لم يرق لنا لا حلال ولا لوم ولا يعني قطع حتى عيد الاضحى. عيد الاضحى في السماء المغاربه مرحوا. لماذا؟ لان رمز السياده وملك البلاد وسلطان البلاد قام المستحيل فيه. فظن المستعمر أن بنفي محمد الخامس سيبسط سيطرته وسيستجيب له الشعب المغربي. بل الشعب المغربي كان يعني ما كان يتصوره المستعمر. ووقفوا رقبة رجل واحد وقالوا للمستعمر إما أن يرجع السلطان وأسرته الملكية إلى الوطن وإلى القصر العامر، وإلا لن يعني تتلقى منا إلا المقاومة الشمس. وهذا ما كان حتى رجع محمد الخامس وأسرته الملكية ومعه آنذاك ولي عهد الحسن الثاني رحمه الله مرحبا إلى الوطن. وأول من قام بالنصر في القبائل المعمار او نقول من قام بالنصر قديما سويا هذا التاريخ ما يرحل. اعلن النصر في قبيله سويا ثم انطلق بالمسجد الكبير في جفني وأذن كان الإمام الخطيب سيدي محمد إمام. ثم عم النصر في أسواق الفقمة. هذا فقط في منطقتنا يعني المغرب من موجة الجنوبية. لذلك اليوم نعيش فرحا كبيرا. الفرح الوطني والمناسبة الوطنية اللي هي محطة المغاربة اللي طرف ملك الشعب التي نعيش فيها اليوم السبعين. ولذلك يجب علينا ان لا تمر هذه الذكريات وهذه المحطات حتى نلقن ابناءنا والجيل الناشئ هذه الدروس والعبر التي ورثناها عن ابائنا واجدادنا. فكل دوار وكل قدر من هذه القبائل الرحمانية تعرفون وتعلمون المعارك التي وقعت في السوية معركة قصر والمعركة التي وقعت في السوق التي يسموها خروج الشوك. كلها على تاريخ بناه الآباء والأجداد وفكاهرين عالي ومسجل في التاريخ.
التاريخ الوطني والأرشيف في المملكة المغربية. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على الزيارة الملكية التي قام بها والي السر محمد الخامس والحسن الثاني إلى الصوفية سنة 2007. هذا يعطي واحد الموسم ويعطي واحد الدلالة والاعتراف بما آمنت به هذه القبيلة وغيرها من القبائل البحرية. لذلك اليوم نعيش هذا الحدث السعيد في دولة الملك والشعب، وقد تزامنت مع موسم حملة القرآن الكريم والمزاهة في زاوية سيدنا إبراهيم الحسين واليوم كذلك مسؤولة هناك عدة دواوين تحت الكلمة تحت في المزاهة، يعني مثلا الحمد لله ما زال مزاهة غادي فينا. وهذا الآن الحمد لله عرف واحد مساهمة واحد مشاركة الدوابين الحمد لله في القابلة، يعني مرة خير هذا الفضل. لذلك احترم الجيل ورحمكم بالجميع واشكر احباب، اقول احباب والمصطلح سيدي ابراهيم والحسين، لان الاحباب كانوا مش مشغولين وانما كاينين الدوابين ديال القبيلة كلها. ما يسمى بهدف الغياء، ما يسمى بهدف طيار معروف هو اللي كيدير اللقب عند الديار الوحيدة، ونزيد واحد الزاوية حنا في ملاذ، ولماذا تصبح مدرسة عريقة وتلعب الدور ديالها؟ علاش؟ لأنها زاوية متابعة من وزارة الأوقاف الإسلامية منذ بداية الثمانينات باستفادة القسم الزيادة. ولذلك الله يجزيكم بخير احبابي والمصابر جماعه مريم جماعه مخافر باستثناء مشيخ الثلاثه قبيله الكل، ونشكر المحسنين الذين ساهموا في بناء هذا الفضاء وهذه الزاويه اللي كنشوفها مع بعض الحاج محمد الصغيور الحاج بارك المساوي الحاج الزيف الراجلين السيد الدكتور ابراهيم الصغيور وغيرهم من الناس اللي ساهموا في القليل وفي الكثير، والناس اللي خدموا جمعيه هذه الزاويه جماعه المحسنين خارج داخل هذه المنطقه وخارجها، اللي لعبوا واحد الدور ووفروا لنا حظ فضاء في هذه الزاويه. الحمد لله هذا في واحد العدد تبارك الله ديال الفقهاء وديال حملة القران وديال الاعيان ديال القافله وديال الوجهاء وديال الضيوف وديال المحسنين وديال المجتمع المدني وديال يعني كل حاضر على وجه الله. الحمد لله